السلام عليكم بنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو تاعنا تاع اليوم خطوات بسيطه للحفاظ على البروشينك، كذلك على الحفاظ على شعرك صحي بعد استعمال السشوار والميكويت. نبدو على بركه الله. اذا كنتم من النوع اللي تستعملوا الليسير وما يحكملكمش في شعركم وبمجرد ما تفوت ربع ساعه يرجع شعر طبيعته، اليوم راح نعطيكم الطريقه الصحيحه. فنبدو باول خطوه اللي هي غسل الشعر. كي نهار تجي تعملوا بروشينغ لازم يكون شعرك نقي، ما فيش ولا اوساخ ولا زيوت، واذا كان جاف لازم لكم تغذيه قبل ما ديروا او البروشينغ. واش معناها؟ قبل ما تغسلي شعرك راح تحطي عليه حمام زيت، حمام كريم، او تعملي عليه سيروم ثم تغسليه، وتعودي قبل ما ينشف شعرك تحطي بعض الكريمات المرطبه. كنت حطيت لكم بزاف منها، نعطيكم مثال سيروم تاع سواليس ولا سيروم تاع اندريا دوتي، كذلك عندكم كريم فريكتوس. هادم كامل يتحطوا على الشعر مبلل ثم نخلوه ينشف طبيعيا حتى يوصل 60% او 70%، ونعملوا له طبعا البروشينغ بسيشوار يكون احترافي، ما يكون السيشوار درجة الحرارة تاعو ماهيش ملاحة ولا ماهوش احترافي، فبالتالي ما يعطيناش بروشينغ مليح. وبمجرد ما تفوت ربع ساعة الأولى راح يرجع شعرك لطبيعته اللي هي المجعدة أو شعر الكيرلي هذاك اللي يكون مدرج إلى آخره. نروحوا الآن بعد ما خيرنا السيشوار يكون مليح، كل ما عليكم أنكم الخصلة تعودوها أكثر من مرة. يعني كي تحبوا تعملوا بروشينغ وتكون عندكم مناسبة، تهزوا خصلة صغيرة وتعودوها أكثر مرة، 5 ولا 6 مرات، ثم ترشوا عليها أي سيروم عندكم يكون خاص بي بعد البروشينغ. هذه الخطوة الأولى. بعد ما يكون شعرك كملتيه كامل بالبروشينغ يعني بالسشوار، نجيبوا الليسير ونبدو أيضا كما نعملوا مع الكيراتين والبروتين، نفوتوا خصلة بخصلة. بعد ذلك البنات تجي أهم مرحلة واللي هي كيفاش نحافظوا على هذا البروشينغ تاعنا، اللي هو تجيبوا لالاك يتباع في كامل لي كوسمتيك، كاين منه انواع بزاف، ترشي على شعرك كامل وتخليه ينشف، وراح تتحصلي على شعر روعه يدوم ليك البروشينغ او الليسير تاعك فتره طويله. لكن هنا طبعا هذا البروشينغ للناس شعرهم يكون ليس رطب، فيه فقط بعض التجاعيد. اذا كان شعرك مجعد جدا افريقي وراكي حابه تحافظي عليه نهار كامل، هنا لازم لك اختيار نوعيه تاع ليسير يكون مليح. براون راهو ما يليقش للناس شعرهم مجعد، براون هذا اللي تشوفوا فيه ومعظم البنات كاين عندهم في الديار، هو للشعر يكون يا اما مموج قليلا يا اما يكون رطب وفيه بعض المشاكل. لكن اذا كنتم حابين ليسير احترافي، عندكم بزاف في السوق الجزائريه، كنت حطيت لكم انزو مليح للشعر اللي يكون مجعد ويكون ملبد ويكون ما يحكمش فيه يعني الليسير العادي، لانه خدمينه بطريقه بحيث انه يرطب بسرعه وما يحرقش الشعره، وفي نفس الوقت يعني يعطيك الافي المليح للشعره اللي تكون مجعده. بعدها البنات لازم تختاروا لالاك اللي يكون حسب شعركم، راهو يتباع في السوق الجزائريه عده انواع. اذا كان شعر كولوري اشري لي خاص بالشعر الملون، اذا كان شعرك طبيعي اشري لي خاص بالشعر الطبيعي. انا عندي هنا زوز ماركات ننصحكم بها، عندكم جوتيم وعندكم سيان يتباع هايل بزاف للشعر الملون، وتقدروا تشوا نفس لامارك للشعر الغير ملون. السيرومات ايضا راهي مهمه بزاف للشعر كي تجوا تعملوا له بروشينغ. علاش؟ لانها تحفظ لكم على الشعره وتحميكم الشعره، وفي نفس الوقت تغذيها وتعطيكم لمعه. يعني ديما ديما والشعر مشمخ ديروا له السيرومات وديروا له الكريمات ثم خلوه ينشف شويه وبعد ديروا له الليسير ولا ديروا له بروشينغ. ثاني حاجه ننصحكم انكم ديما ما ديروش بالشعر المبلل، تجبدوه بالليسير، لانه كاين انواع تاع ليسير تجبد الشعر المبلل، هي اصلا تكون خصيصا للشعر المبلل لكنها تدمر الشعر تماما، وبعد 10 دقائق ولا ربع ساعه تشوفوا الشعره تاعك بدات ناشفه كانك ما درتيها والو. ديما تنشفوا شعركم 80% ديروا له بروشينغ ثم تفوتوا عليه الليسير. ما نحكي لكمش على اللمعه على الطول، ميم يكون شعرك راهو مش مليح وراهو يابس وجاف راح يبان هايل، لانه عملتي له بروشينغ على شعر يكون مغذي ثم فوتي عليه الليسير. الليسير هنا راح يعطيك لمعه ويعطيك يعني ايفي هكا يبان كانه تاع الاعلانات شعرك يهبل. اخر مرحله اللي هي تاع وضع لالاك، لالاك الدور تاعو تثبيت المشطه، تثبيت الشعر اطول فتره ممكنه، وتقدري تهزي معاك لالاك في الساك كي تكون عندك مناسبه خطبه عرس ولا راح يعني تطولي شوي في هذه المناسبه، كل فتره هكا ديري رشه وتفوتي عليه السلاك. ما نحكيلكمش على الدوام تاع الشعر، يبقى لك كانك خدمتيه يعني عند الحفافه وهايل بزاف. الان راح نروحوا الناس شعرهم افريقي، الشعر الافريقي يحتاج عنايه اكثر. هنا في الفيديو هذا كنت وريت لكم
هذا تاع نيفيا اللي هو موس خاصة بالشعر اللي تكون مجعدة، لاموس هذه وهذا الكريم راهو اذا كان شعرك مجعد ودرتيه راح تخلي الشعره تاعك تتكسل، راح تخلي اليسار يمشي فيه بالخف بالخف، فبالتالي ما تطوليش وما تبقيش تعودي في الشعره حتى تيبس وتفسد. فهذه الخطوات راهي مهمه ايضا للشعر المجعد. والسيروم ايضا هذا تاع اندريا دوتي اللي ما عندوش خلاص يشريه ويديره على شعر يعني هكا مبلل، وبعد تجبدي باليسار راح تشوفي انه الشعره تاعك تفوت بالخف بالخف وتولي روعه، وفي نفس الوقت تعطيك لمعه النورمال للشعر، لانه اسرار تاع البروشينغ هي العنايه قبل وبعد. فهمنا بنات؟ اذا البنات كان هذا هو فيديو اليوم اللي هو كيفاش تحافظوا على شعركم بعد ما تديروا له بروشينغ ولا ليسير. كاين حاجه اخرى فقط، اذا كنتم يعني حابين ليسير مليح كيما اللي يخدموا به الحفافات، اشتروا تاع سوناتشي. سوناتشي يهبل يعني في السيشوار وفي الليسير، او اشتروا انزو براوني، او ما ينفعش الا الناس شعرهم رطب فقط، لانه شعرك رطب تقدري تستعمليه جاي خفيف على الشعره ما يكسرهاش، حتى كي تجبدوا راح تشوفوا لمعه ولا اروع، ويعطيكم هذيك الاضاءه اللي نحوسوا عليها ديما في الشعره. اذا البنات كان هذا هو فيديو اليوم كيفاش تخلي شعرك مليح يثبت معك طول اليوم، في نفس الوقت يعني ما يتكسرش وما يفزدش، العنايه قبل وبعد. هنا راح نوريكم لاموس اللي حكيت لكم عليها تاع نيفيا للشعر المجعد. هذه تدار على شعر مبلل، يعني يكون مبلل تحطي عليها وتخليه ينشف، راح يخليك هذيك الكيرل او هذيك التمويجه طبيعيه، وفي نفس الوقت ما تجيش ملبده ويابسه، ويعطيكم واحد اللمعه ما نحكي لكمش عليها، يعني تبل تبل صح. خصيصا هذا خصيصا للبنات شعرهم مجعد. اذا البنات راح نقفل درك الفيديو، وش راح نقول لكم؟ تحيه طيبه لكل من تابع القناه، ما تنسوش خبروني انكم تتابعوا فيا، واللي حبيت نبعث تحيه للبنات يتابعوا فيا من بشار، بوسه كبيره ليكم، شكرا لكم على التعليقات الجميله. وسواء كنتوا تتابعوا فيا في الشرق في الغرب في الوسط في الشمال، بنات تيزي وزو، بنات بجايه، بنات الغربه، شكرا لكم على التعليقات الجميله، وتهلوا في رواحكم، والسلام عليكم ورحمه الله.